السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في خبر جديد. هذا الخبر خاص بالنجم الجزائري رياض محرز والهدف العالمي الضائع لابن الجزائر في مباراة اليوم. وقبل أن نكمل الخبر فلنبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم من متابعي محاربي الصحراء والمحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية، نرجو منكم الضغط على اللايك وترك تعليق أسفل الفيديو والضغط على زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في قناتنا. وهيا بنا نبدأ الفيديو. حيث خاض فريق مانشستر سيتي المباراة اليوم أمام فريق بيرلي، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي. وفي مفاجأة غير متوقعة شارك ابن الجزائر رياض محرز كأساسي مع الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم، ولكن المفاجأة الأكبر هي أن غوارديولا وضع محرز في مركز ليس هو مركزه المعتاد، بحيث نعلم جميعا أن محرز مهاجم أيمن، ولكن اليوم أخرجه غوارديولا من مركزه ووضعه في الوسط. وبالرغم من ذلك كاد أن يسجل رياض محرز هدفا عالمي اليوم ضد بيرلي من تسديدة صاروخية على المرمى، ولكن للأسف اصطدمت الكرة بالعارضة الأفقية، بحيث حرمت العارضة محرز من الرد على بيب غوارديولا وإثباته له أنه ليس هناك للجلوس في الدكة. وقد تألق النجم الجزائري في الشوط الثاني وتحصل بعد المباراة على تقييم ممتاز بتقييم 7.3 من 10 كرابع أفضل لاعب في الفريق، بالرغم من أنه يلعب في مركز غير مركزه. وقد ظهر أيضا في كرة ثانية قريبة جدا مما وصل عندما وصلت إليه الكرة في منطقة الوسط، وابتعد بها محرز ناحية اليمين لكي يسددها، وذلك راجع إلى كونه مهاجم أيمن، والمركز الذي منحه إياه المدرب بيب غوارديولا لا يناسبه إطلاقا، وهو غير مجد أن يلعب في الوسط، إلا أن غوارديولا بعنصريته وضعه اليوم في هذا المركز لكي يثبت أنه على حق عند وضعه في الدكة، وأنه لا يقدم إضافة كبيرة في الهجوم. إذن على كل حال نتمنى التوفيق لرياض محرز في بقية المباريات مع مانشستر سيتي. إلى هنا يكون الفيديو قد انتهى لهذا اليوم، نرجو منكم أن تشاركونا بتعليقاتكم حول رأيكم في أداء رياض محرز هذا اليوم وعلاقته مع مدربه غوارديولا، وهل رحيله أفضل من بقائه مع مانشستر سيتي. لا تنسوا تفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك لنقدم المزيد. مع السلامة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.